جون وين؟ جون ما بعرف ما بعرف. يمكن يجي بعد شوي. على فكرة مبروك الصفقة حبيبي. حبيبة قلبي الله يبارك فيكي يا رب. تسلم. ليليان شو عم تعمل؟ عم باخد حقي من الإنسان اللي حرمني الإنسان اللي بحبه. مش ممكن. ما عم صدق. أنت الإنسان اللي أنا أمنت لها وحبيتها وزيت فيها. معقولة تعمل فيي هيك؟ معقولة ليليان؟ لأنك إنسان أناني ما بتفكر غير بحالك. وهلأ إجا الوقت إني صفيك وانتقم منك. بس مش بس لحالي، في شخص له سنين ناطر هيدي اللحظة، وهلأ صار الوقت المناسب. ليليان أنا زوجك. أنا عم عملت معك عاطل. وصل منصور. إيه ده؟ إزاي؟ أنت مش موت؟ بعيد الشر، وقت سلاحاتكن. لسه بدري، على فين؟ حسابك لسه معايا تقيل قوي. يلاوي نهار اسود، ده قتلهم كلهم يا عم صبور. ايه ده انت عايش؟ الحمد لله. خلاص كده الفلوس والبضاعة بقوا بتوعي. حلال عليك، نستأذن سعادتك. مكانك. طب حضرتك ادي الجمل وادي الجمال، انا هرجع انا على مصر بقى. ولا كلمة. فاهمين؟ ولا كلمة. اشتقت لك. انت اكتر، انت كمان وحشتني قوي. شفت لما لزقتك على قفاك وانت ايه ولده؟ مصدق اني خلاص بلعت الطعم ونسيت كل اللي عملته معايا، وانك حرمتني من اجمل واحده حبيتها في حياتي. بس خلاص جت الفرصه وهاخد منك القديم والجديد. منصور انا صاحبك. خلاص ما بقاليش صحاب. منصور أنا ليليان حب حياتك. طبعاً، بس للأسف طلعتي برضو من عينته. ورغم إني عشقتك وكان قدامك وقت كبير عشان ترجعي لي، اخترتيه هو. اخترتي الكبير لحد ما وضبتها أنا وقدرت أوقعه. ساعتها قلت خلاص يا بت، مدام ده اتكرت الربحان ألعب عليه وأقدم له فروض الولاء والطاعة. مش كده يا بت؟ أنت فاهمين الموضوع غلط. أنا بحبك، بس كنت عم دور على الفرصة المناسبة تنكون سوا، تننهي عليه سوا. خلاصي يا كذابة. أنا ماني كذابة، بس أنت رح تضلك تشك بكل اللي حواليك، حتى رح تشك بحالك، لك وقع بقى. اخرصي يا خينا. أنتوا بقى حبيبي ليكوا قعدة تانية بس على رواقة. لا قعدة إيه؟ الحقوني. الحقوني يا عم صبور، أنت مجنون بتنده مين؟ البوليس، أنا بلغت البوليس. إيه؟ الحقوني. أنت تاني؟ أيوه. بتخوني قد؟ الحقوني. بتسلمني الحكومة قدامي. اتحرك. هفرغ ده في صدرك. لا لا لا، والنبي ما تفرغ حاجة في صدرك. وحياة أمك محدش يضرب. حد هيقرب أو هيضرب نار هصفيه. اتحرك يلا. لا والنبي ما تصفيني. وحياة أمك الغالية. اتحرك. والنبي يا عم منصور. عم منصور. عم صبور. عم صبور، انا هستنى هنا بقى، ربنا معاك. بطول عمرك تدلو كمان. خلاص يا حاج. حاضر. محمد بيه، تقرير الطب الشرعي وصل. زي ما توقعت، الجثه مش جثه منصور. يا لهوي. اخرس على اخرس. انا ليا سؤال. ايه؟ نفسي افهم ايه المشاكل دي كلها اللي عملتها لي؟ لو انا ايه؟ مصدق اني استوليت على كل حاجه وهعيش امان. تطلع انت مظبط مع الحكومه واطلع انا من المولد بلا حمص. صدق بيا واد، انت موتك حتى ما يكفنيش. طب ما تسلم نفسك وكل حمص. لا حمص ده ايه؟ انا الموت عندي ارحم من انا السجن، ولازم نموت. ولما اموت مش هموت لوحدي، نموت سوا. ما تموت لوحدك. لا تموت معايا. عم صبور عم اهدى. غلط. مات. اتحرق. ما يخور في داية. انا عامل ايه دلوقتي؟ ما تخافش يا عم صبور، انا مش هسيبك. جثتك هترجع معززة مكرمة لبلدنا الحبيبة. لا مش عايز اموت الموتة دي. لا اضربوني بالنار، بس ما اموتش الموتة دي. انا عايز طيارة هليكوبتر يا لبنان. طيارة هليكوبتر تاخدني من هنا يا لبنان.
في ايه؟ مش قادر ابص تحت، مش قادر ابص تحت، مش قادر ابص تحت، مش عايز اموت الموتة دي. خلاص خلاص اهدى، مش عايز اموت الموتة دي. خلاص خلاص خلاص، احنا هنموتك زي ما انت عايز، اهدى بس. اضربوني بالنار. خلاص خلاص اقتلوني. خلاص اهدى بقى، ما تموتش الموتة دي.